نعلم أن المغرب يعيش لحظات حرجة خصوصا مع نقص الموارد المائية. بداية القرن المنصرم كانت أفضل في المغرب بالمقارنة مع الوضعية الحالية. شجرة الأوكاليبتوس التي جلبت في المقام الأول لسهل الغرب تقوم بتجفيف التربة، لكن المؤسف في الأمر أن هذه الأشجار انتشرت بشكل كبير على التراب الوطني. الطبيعة لها قولها وتفرض إكراهات مستجدة وضغط أكبر وندرة أكبر. هذه المنتجات وخاصة تصدير الفائض منها فهو يعني أننا نصدر الماء تجاه بلدان الوفرة. ربما قيمة وتحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج ربما تعفينا عن استنزاف المورد الطبيعي في هذا النوع من الصادرات. زراعة الدلاح بالجنوب الشرقي في المناطق الواحية هو أمر ليس مقبولا. موت أشجار مثمرة في سوس، لماذا؟ لأن استنزفت الفرشة المائية الباطنية بشكل كبير، وبالتالي كيف نتعامل مع هذا المورد المائي النادر؟